مرحبا، أنا نهاد الجريري. من 4 سنوات لما صار عمري 40 سنة طلب مني الدكتور إني أعمل فحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي. كل ما أذكره من ذلك اليوم هو الانتظار في غرفة الانتظار 5 دقائق بستنى فيها النتيجة. كنت عم فكر كيف إنه حياتي رح تتغير بعد هال5 دقائق. اليوم بينطلب مني مرة تانية إني أعمل فحص الماموغرام، بس هالمرة ما رح أكون لحالي، رح تكون معي سمية ونهاد أم أحمد اللي بيخوضوا تجربة الماموغرام للمرة الأولى. رح تكون معي أسماء وهنادي وجولي اللي بالنسبة إلهم سرطان الثدي صار شيء من الماضي. رح تكون معي روزانا اللي لساتها تخضع للعلاج الكيماوي. هذا الفيلم هو الخطوة الأولى ضمن قصتي مع سرطان الثدي. أنا هلأ رايحة أشوف سمية وأم أحمد. أم أحمد اسمها نهاد كمان. هن الستات التنتين رح يشاركوني هاي التجربة، تجربة فحص الماموغرام الكشف عن سرطان الثدي. أنا متجوزة من 20 سنة وما عندي أطفال، وحاولنا طبعاً تعالجنا كتير بس ما صار نصيب طبعاً، وهلأ عم مارس حياتي العادية طبعاً، بلعب رياضة مع الأهل، عايشة مع زوجي لحالنا الحمد لله رب العالمين. يعني أنا أم ل5 أطفال، عندي أحمد كمل توجيهي وحمودة طالع للتوجيهي ويوسف 8، وعندي فروحة 4 سنين ونص ونور الدين 2 سنين ونص. ما شاء الله الله يخليك يا رب. سمعت انه نور الدين لسه بيرضع. يا دير الرضاعة. انا يمكن ممرضة فمتأثرين بانه الرضاعة الطبيعية واهميتها فمزروعة براسي، فبحس انه يعني هاي مش كل يوم موجود الحليب هاد، فخليه موجود شوي عنده فرصة ولاحت له. انا بدي اعمل الماموغرام ان شاء الله طبعاً لأكثر من سبب. هلأ أنا عمري 40 سنة، وبتعرفي هلأ السن حساس، يعني لازم هاي المرحلة الواحد يعمل فيها هذا الفحص. وسبب تاني، إحنا عندنا تاريخ عائلي، في عندي عمتي اللي هي أخت أبوي كانت مصابة بالكانسر، يمكن كانت هي أول ناس مصاب بالأردن تسجلت الحالة. يعني قررت أعمل الماموغرام لأنه وصلت لعمر صار لازم أعمله. هلأ أنا داخلة في سن 41 سنة، وكنت طول عمري أقرأ أنه لازم الوحدة بس الست لما توصل لسن 40 لازم تعمله، إلا بس بالحالات الضرورية قبل هذا السن. يعني أنا أختي عملته استثناء طبعا، 35 سنة كان عمرها، كانت في عندها غدة حليبية، فما رضيوا وأنا بعمر أصغر أنه أعمله، فصار لازم هلأ أعمله. وكنت أخذ كتير علاج وأدوية مشان الحمل والولادة والتنظيم الهرمونات والولد الصماء، فخايفة بدي أطمن، يعني لازم أعمله، يعني أشوف هلأ كيف الوضع الصحي الوضع العام. يعني احنا هلا بمنطقة اليدودة، هي بلدة صغيرة بأقصى جنوب عمان. هاي المنطقة كلها كانت لغاية 20-25 سنة مش مسكونة اطلاقا، كانت بر وكانت ارض ترابها كتير خصب، ترابها احمر. بتذكر كنا نيجي هون دايما ونحن وصغار، كنا نزرع الخضرة البندورة والخيار والفقوس والبامية والكوسة والبتنجان، فدائما كنا نيجي وما كان بالمطلق في أي إنسان غير إحنا، أنا وأمي وإخواني الصغار.
هلا رح نشوف ابوي وامي. بالذات بيهمني رأي ابوي في هذا الموضوع لانه كان معي في تجربة سابقة لما طلب مني اني انا اعمل الماموجرام، او في له ابوي طريقة معينة بالتعامل مع هذا الموضوع، يمكن لطبيعة الموضوع نفسه، ويمكن كمان لأي شيء بيتعلق فيي. أبوي كتير حساس بعرفه، كتير بيحبني، بس أنا وأبوي مش كتير بنحكي بهيك أمور. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الفكرة بدأت عندي كنوع من التسلية، قاعد فمشان الواحد يتسلى، وجبت هيك بحب الحبش، جبت فراخ حبش هيك صغار وربيتهم، لأنه بعد فترة صارت الشغلة زي استهوت عندي، يعني حبيتها وتوسعت في الموضوع في المشروع، يعني في الفكرة، لأنه الحمد لله حصلنا على نتيجة كويسة. حبشات هذول الحبشة اشتريتهم 4 فراخ صغار هيك 15 ليرة، تربوا عندي هون، فذبحت الباقيات، خليت بس هذا الذكر مع الأنتاية هاي، وهذول أولادهم اللي أنت شايفهم، هذول الصغار هذول أولادهم، هذول أولادهم. تخرجت من المدرسة الثانوية عام 67-68، واشتغلت في شركة الكهرباء بعد التخرج مباشرة. ليه ما كملت؟ والله ما كملتش، لأنه كان ظروف مادية صعبة جدا، علما أنه كان معدل منيح وبيأهلني لدراسات عليا، إلا أنه كانت الظروف المادية صعبة كعامة. فاشتغلت في شركة الكهرباء حتى من 68 حتى 2008. في بداية 2008 تقاعدت. الحمد لله عندي 6 أولاد وست بنات. فالأولاد أنا لأني صارت كانت عندي عقدة أني انحرمت من التعليم، فصار عندي واعز وواعظ أني أدرس أولادي وأوصلهم لمرحلة اللي بقدر يعني أتحملها. أنت بتتذكر أنك مرة رحت معي عشان أعمل فحص الماموجرام؟ يا وهاي المرة كمان رح أرجع أعمل كمان فحص تاني. تتذكر بإيش كنت بتحسوا إحنا عم نستنى بالنتيجة، نتيجة الماموجرام إلي أنا؟ والله كانت هي مزيج وخليط يعني من المشاعر. أول شيء الخوف على صحة والطمأنينة على صحة، لأن البنت هاي بحبها كثير كثير كثير، ولها ميزة خاصة ومنزلة خاصة. ثاني كنت أخاف من ردود فعل تكون نتائج سلبية، وبعدين نندم على على هذا الإشي. والحمد لله المهم تكللت الأمور بنجاح وكانت الأمور سليمة وجيدة. مثل شو ردود فعل يعني مثلا بعض مرات انه خاصة يعني البنت او البنات بتكون عندها شغلة نفسية بتشعر بإحراج او كذا او شغلة زي هيك، بخصوص سرطان الثدي. بالله انت تحكي في الموضوع هذا؟ نعم، ليش تحكي في الموضوع هذا؟ يابا أنا هلكيت، بدي أعمل فحص كمان مرة. سؤال صعب شوية.
سؤال صعب شوي. وإحنا خلينا بالحاضر، إن دائما الإنسان ما خاصة الشغلات السلبية ما يظل يتذكرها، دائما تكون متفائل بالحياة، متفائل في المستقبل. الشغلات السلبية والشغلات اللي بتعثر بني آدم في حياته ما ظل دائما حاطة نبراس في قدام عينيه ويقول لو 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 شغلة زي، فلا، الإنسان خلص الماضي ينسى، حطه ورا ظهره ويطلع للمستقبل، وإن شاء الله بكون هو يعني كان إنسان يكون عنده أمل. أنا غلبتك حبيبتي، أشكر الله يرضى عليك، أشكر أشكر. أنا غلبتي ولا شوب. وإياد أربعة، إياد أربعة، وعماد اثنين، والثالث على الطريق. ما شاء الله إن شاء الله، الله كريم. وزياد اثنين. كيف صار؟ عارفة. أربعة أربعة ثمانية وثلاثة 12 هناك 14 من البنات، 26 حفيد. الحمد لله الحمد لله، فضل من الله، الحمد لله رضا من الله. بدي أسأل، أبوي حكى أنه سؤال صعب بس بدي أسألك إياه. يما أنت ما كنتي معي لما عملت الماموغرام، بس بدي أسألك، لو أنت بتعرف أنه أنا بدي أعمل ماموغرام، هو الفحص عن سرطان الثدي، كيف؟ إن شاء الله يعني خلال هالعشر أيام إن شاء الله خير. بتعرفي إشي عنه؟ بتعرفي إشي عن الموضوع؟ عن فحص الماموغرام؟ ما بتعرفي؟ هذا يما عشان فاهم عشان إن شاء الله إنه كله ما في منه إن شاء الله، سكال عرب العالمين وإشي إن شاء الله ما هو موجود. بعدين لا سمح الله لو كان موجود اليوم كل شيء سهل، الطب تطور وكل شيء بصير أكثر، ما بقينا خايفين على، الحمد لله رب العالمين، فإن شاء الله كله بطلع ما في أي شيء إن شاء الله. ماركة الشمالية هي إحنا سكان هالمنطقة من شي 30 سنة، وهون عشنا فيها يعني كل حياتنا، وكل أقاربي عايشين هون في المنطقة، وهذا السوق قريب برضو من بيتي، متعودة عليه، كل ما أمشي هون كتير بشوف ناس بعرفهم. بيتي من هون مسافة 10 دقائق تقريبا آخر ماركة. عندي بيت صغير، أنا وزوجي عايشين لحالنا. قررت أعمل ماموغرام الأسبوع الجاي أو القريب، يعني حيكون الموعد، مش عارفة شو رأيك؟ لا كنت أعمل البحث إن شاء الله يكون النتيجة، يعني إن شاء الله ما في شيء، طمن على صحتك. طبعا الشيء كثير بتعني لي والله، هي الزوجة صديقة دخلت معي، يعني رحلة ستين هاي كلها بحب ووفاء وثقة. زوجي ابن عمي، ما كنتش بشوفه طبعا كثير، يعني لو حتى ابن عمي، اختي الكبيره واخوه الكبير متجوزين من فتره، كانوا من شيء 15 سنه، وكنت قبل زواجنا، فكنت انا كذا مره شفته، يعني كان هو على طول مشغول ودائما يعني شغله كان صعب شوي، فتعرفنا وزواج تقليدي باعتبار يعني انه ابن عمي، وتزوجنا الحمد لله، يعني صار لنا فتره طويله من العمر، يعني 20 سنة كافية إنه يكون تقريبا كل شيء في حياتي، يعني صديق وزوج وأخ وكل شيء، يعني الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله بنضل هيك لآخر العمر. رحلتنا مع العلاج كانت كتير صعبة،
وخصوصاً نحن راجعنا مستشفيات كثيرة وعطونا النتائج يعني إنه عدم الخلفة، ما في أمل في الخلفة. حاولنا نتعايش في هذا الموضوع، فقدنا الأمل يعني في الخلفة. حاولنا نتعايش في هذا الموضوع بدون أي مسببات يعني. تقريباً أنا وصلت لعمر خلاص أنا هلأ ما بدي يعني. والأمل طبعا مش مفقود، رب العالمين دائما الأمل موجود، بس إنه أنا ما بدي عشان أروح أتعالج عشان البيبي أنا عشان الأولاد، بدي أكمل علاجي أنا صحيا لجسمي اللي خربته من جسمي أثناء العلاج، بدي أروح أضبطه يعني هلا، وصحتي عشان صحتي عشان أطمن على حالي. وإذا عملت الماموجرام وطلعت النتيجة سلبية الحمد لله بطلع بكمل علاجي الطبيعي العادي 25/8، وإذا كانت النتيجة إيجابية ممكن أأجل سفري أبلش علاج ما كانش على البال ولا خاطر أو ما كانش متوقع أو كذا. وصلت الدعوة من ألمانيا. إمتى جت؟ أول امبارح. أول امبارح؟ طيب كيف حولنا؟ بدك تروح على السفارة هيك مشان تاخذي موعد. من الضروري أنا تعمل هذا المونوغرام عشان تطمن على صحتها في الأول، وإن شاء الله إنه يكون يعني نكون النتائج إنه ما في أي، إن شاء الله نكون النتائج ما في سليمة يعني بالنسبة لها، ونطمن على صحتها أكثر أكثر. أنا خايفة بصراحة يعني، في خوف يعني من إشي جديد، وإذا طلعت مصابة بمرض السرطان راح يكون مرحلة جديدة بين حياتي، مرحلة انتقالية كليا من 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 شيء لشيء ثاني. وفي طبعا بفكر فيه، عم مأثر هالأيام علي، عم شاغل بالي، بس لازم أعمله يعني، صار لازم أعمله هلا يعني. يمكن هو الفحص الوحيد بحياتي اللي ما انعمل، عملت أشياء كثيرة بس ضل هو الماموجرام اللي ما انعمل لسه، وإن شاء الله راح أعمله وإن شاء الله ربنا يوفقنا فيه. والله الخوف الوحيد انه على زوجي، بفكر بزوجي باخواني اذا بدهم يسمعوا خبر اذا انا كنت مصابه بهذا المرض، خبر جديد على حياتهم غير امراضي يعني، راح يكون خبر مرض السرطان. ما بعرف كيف بفكر فيهم يعني، انه زوجي واهلي. كيفك؟ شو أخبارك؟ شو عاملة؟ كيف صحتك؟ يسلم ايديك. تذكري اليوم؟ جاي عشان نشيطة اليوم. شلون؟ شو أخباركم؟ بالعافية، شو أخباركم؟ هلا هلا هلا، كيفك؟ مالك؟ كيف صحتك؟ الجيم كثير بحبه طبعاً، لي 8 سنين هون عم بلعب، وأنا أصلاً دارسة رياضة يعني بطبيعة الحال، فبالنسبة لي صديقاتي وخواتي اليوم بغيب فيه بحسه ما بينحسب يعني من عمري، فهو عائلتي الصغيرة بالجيم بنقضي 4 ساعات لـ5 ساعات مع بعض، حتى بس نطلع نتمشى مع بعض نحكي مع بعض باستمرار، واللي بتغيب منا لازم نحكي معها ونشوف ليش شو مالها، حتى الكابتن مين غابت ليش آخر احكوا معها ليش شو فيه يعني، دائما يعني زي خواتي مع إنه بالعمر صغار وفي أكبر وفي أصغر، تخصصاتنا مختلفة بس سبحان الله كلنا قلبنا واحد، روحنا واحدة زي خواتي. شو باليوم؟ أنا أكون بالعون عن جد. بقول لك أنا بضحك ما صدقتوني. يعني هي مرحة قد ما بتكون زعلانة أو إلا ما يمر على حدا كتير أشياء بحياته بيكون إنه بنهاره كتير منكد أو هيك، بس هي شخص انه بتيجي كانها عم بتخليك تطلعي الضحكه من جوات قلبك. انا بعرف انه سمية رح تعمل ان شاء الله على خير فحص الماموجرام، وبالاول كثير شعرت بالخوف اتجاهها انه هذا المرض لا سمح الله كثير خطير، مجرد التفكير بمرض السرطان انه لا قدر الله ممكن حدا يفقد حدا كثير بحبه عن طريقه، هي بالنهايه اراده رب العالمين اوكي، بس بنحاول قد ما فينا انه نعطيها دفعه لحتى تكون قويه، وان شاء الله انه ما بيطلع معها شيء.
يعني مو شرط اي حدا يفحص الماموجرام انه يكون بلا شر انه بيعاني من هذا المرض. شيء خليها سعيده اكثر الناس حواليها. تطعيم تطعيم، اذا في صغار للتطعيم طلعوهم لو سمحتوا. لو بدي ارسم نهاد برسم لوحه بيضه، برسم غيوم في السماء. بحب الحياه وبحب الرقص وبحب اكون مبسوطه وبحب يعني ال بس positivity. Right, 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 right,